يا ربي دخيلك، ليش عم تحرمني من الناس اللي بحبهم؟ والله بحبهم ما بقدر اشوفه متجوز وحدة تانية. والله انا احب فيه من سعاد، اي انا احب، بكفي انا عن سبته. بس هو وبده يعني يروح على العرس لكن مشان نشوف سعاد خانه. صيغة وجديدة كمان، معناتها جايبهم مشان يلبسهم للسعاد بس يخطبها. ولي على قامتي أنا، الزلمة ماله مصدق على الله إمتى تجي السعاد ويخطبها. لا وكمان بده يعني يروح على عرس فهمية وأفرح مثل هالنسوان. هدول الصيغة أنا لازم ألبسهم قبل ما تلبسهم سعاد. شو وين عفا؟ مالي شايفتها؟ اجت ام مطفي. يا ميت اهلين وسهلين، يا ميت اهلين. ان شاء الله بفرح بولادك عن قريب يا حق. يا مو عفاف لهلا ما اجت، ليش؟ شلون لهلا ما اجت؟ على بنا جواد بدي اجيبها من بعد العشي. والله ما اجت يا امي. مو مشكله امي، بسيطه. خلص انت فوتي لعند ضيوفك. ايه مثل ما بدك، الله يرضى عليك. عمر عمر مور عقيد. اخي الله يرضى عليك، بتروح على بيت ابو قاعود بتجيب ام ادهى وبتجي لهون. هي لعيونك صار. لك وين الذهبات نقطن لفهميه؟ بس ما اكون نسيانهم بالشروال الثاني. مين هون؟ أنا هون. عفاف شو عم تساوي هون؟ ولا شي. لك شلون ولا شي؟ في واحدة بتترك عرس أخوها وبنت حماها وبتجي تقعد بالبيت؟ من أين أنت هون؟ هلا من شوي إجا جواد جابني. ما في شيء؟ لا ما في شيء. حدا مزعلك من اهلك شيء؟ لا. يلا لك اهلي، بس هي مشان روح نحضر العرس. مالي حسناني. عم يجعك شيء؟ احكي عفاف. ما فيني شيء، لا تشغل بالك. يعني هيك حاسه حالي تعبانه شوي. الله يرضى عليكي. جيبت الصدريه جوا، في جوز حلا وجوز اساور وخاتم، جيبي لي اياهم. ايه هديك الوضع. ايه بعرف، ما انا شفتهم جوا بالاوضة وجبتهم لهون، قلت لحالي بلكي ما يعني مشان ما يضيعوا. ايه مني عفارين عليكي، اصلا انا كنت نسيانه. يلا هاتيهم شو. ايه يلا. شو عم تساوي؟ عم فك الاسوارة. اني اسوارة؟ حبيت جرب وحدة من الاساور وعلق القفل وما عاد انفكت. بسيطة، عجبوك الاساور حلوين؟ ايه. خلص خليها بايدي، مبروك. لا لا ما في داعي هيك، انفكت. بكره باذن الله بيكون في عندك جوز اساور مثل هذا. لا ما في داعي، ما بدي. وين بقى هن؟ دول هن. ايه
يلا بخاطرك. وكمان بده يلبسني أساور مثل أساورها وبمعيتها. ايه أخي. خير. وهي سعاد رجعت. قصدي يعني سعاد بنت أبو خير ورجعت. وما شاء الله ما شاء الله يخزي العين، صايرة أحلى من أول بمئة مرة. الله يستر عليها. ايه والله الله يستر عليها. آمين يا رب. بس أخي أنا أمي قالت لي إنه عفاف ما عاد يجيها أولاد وإنه إلى خاطر تجوزك. شهيرة طويلة هالسيرة ولا بقى تفتحيها بنوب؟ لك ليش أخي؟ خلينا نجوزك ونفرح بولادك. ولاد أبو أدهم هن ولادي وعفاف حرمتي وما بدي عليها حرمة تاني. لوين رايح من الصبح؟ شلون طلع وما حسيت عليه؟ إيه لكن الزلمة مشغول بالحبايب. يلا هذا نصيبي وهيك الله مقدر علي. أنا وعدته أني روح أخطب له إياها ولازم أوفي بوعدي، وهو رح يلاقيها مني كتير حلوة. على القليلة برد له المعروفة اللي عمله معي ومع أولادي. ما هو على الحالتين رح يخطبها وهي مجهز لها الصيغة. يلا يلا شلونك عفاف؟ إن شاء الله ارتحتي؟ أهلين ابن عمي. إيه الحمد لله صرت أحسن. إذا في شيء عم يجعك احكي. لا لا أبدا. أكيد هاي السوارتين اليوم بعد صلاة الصبح رحت بكير على الصاغة وجبتون، وهي جوز حلا وخاتم مسكيون. بس أنا ما بدي شيء. ترفضي هدية أنا جايب لك إياها؟ يلا مسكي مسكي، بدي لحق أطلع بجنازة أبو سليمان الخشاب ابن عمه لأبو الطاح مسكيون. يسلم. عاوزة شيء؟ إيه بدي روح لعند أهلك. إيه شو عليه؟ يلا بخاطرك. الله معك. إذا بتطلق منه ما بلبسهم. ناقصني ألبس ذهب بمعية سعاد خانم. لا ومثل صيغتها كمان. وأنا بدي روح أخطب له إياها وبدي إياكي تروحي أنت وأمك معي. عفاف أنت بتحبي لشاهر؟ ليش هالسؤال؟ مو مشان شي بس مستغربة. شاهر بحبها لسعاد وهو تزوجني مشان يجمعني أنا وولادي ببيت المرحومة. أنا ما بدي إياه ينحل من البنت اللي بحبها. أصلاً هو جاية بالصيغة ومجهز لكل شي. أنا مبارح شفته واليوم الصبح جاب لي نفسهم. قال شو مشان ما أزعل؟ مفكر إنه الصيغة رح تغنيني عنه. صيغة؟ إيه. وأنا مشان هيك بدي إياه يضل مبسوط. وأكيد روحتنا لعند أهل سعاد رح تفرح له قلبه وتسر له خاطره. عفاف أنا سألتك سؤال وأنت لهلأ ما جاوبتيني عليه. أنت بتحبي لشاهر؟ بس شو الفايدة؟ هو بحبها لسعاد. عفاف أنا أمي قالت لي إنه إلك خاطر شاهر يتجوز. أنا بدي شاهر يتزوج مشان ما أكون سبب بحرمانه البنت اللي بحبها. مشان هيك أنا مبارح حكيت معه بموضوع سعاد. شو قال لك؟ قال لي أنا بحبها لعفاف مو ممكن أتجوز عليها وحدة تانية لو شو ما صار. بس أنت هلأ وغوشتيني مشان الصيغة. شهيرة أنت من حقها عم تحكي إنه شاهر هيك قال؟ إيه والله. شهيرة مشان الله ما تكذبي علي. أكيد هو هيك قال. حلفي. لك والله العظيم هيك قال. لكن الصيغة يلي أنا شفتها مبارح لمين؟ لتكوني عم تحكي أنت عن نقود فهمية. نقود فهمية؟
ليش؟ ليش هو شو نقطة لفهمية؟ سوارتي وخاتي وجوز حلا هدول هني. والله العظيم يا شهيرة هدول هني. معناتها شهر مو جاية بالصيغة لسعاد مو؟ سعاد شو؟ عم قلك شهر بحبك بحبك. بعت لي حما يا شهر قديش كنت صالتها. يعني انتو لهلا ما ايوه نحن مستغربين ليه ما عم يجيكم اولاد. يقبر قلبي ان شاء الله. يا ريت كنت عرفانه من زمان انه هو بيحبني لهالدرجه وانه ما عم بفكر بسعاد. هو صحيح ما كان يفكر فيكي وصحيح كمان كان يحبها لسعاد، بس يمكن بعد ما عاش معك قلبه تعلق فيكي. وانا قلبي تعلق فيه كثير والله. وقلبك ما كان حاسس بحبه؟ بلا، بس كنت دائما كذب احساسي لانه الشاعر ما تزوجني لانه بيحبني، تزوجني بس مشان يجمعني انا وولادي ببيت المرحوم ومشان هيك. يعني انت شلون ما قصدي انا باول ليله كنت حاسه الشاعر كثير غريب عني وكنت عم حس المرحوم واقف بيناتنا ومو بس المرحوم وسعاد كمان والشاعر حس بهذا الشيء. بس انا الحق علي. ليش؟ لانه مثل ما قلت لك كنت دائما عم حس انه المرحوم عايش معي وما عم بفارقني بنوم بنوم. وانت لساتك بتحبيه للمرحوم؟ شاهر عوضني بحبه وحنانه عن الماضي كله. يا الله شو قصتكم غريبة. بتعرفي الشهيرة؟ حاسة حالي طايرة من الفرح. روحي الله يهنيك ويبسطك كمان وكمان. آمين يا رب. شهيرة بدي أطلب منك طلب. أنت بتأمري أمر. بدي إياكي تروحي معي على البيت. مشان شو؟ بدي أروح أنقل التخت والمراية والصندوق على الغرفة الثانية. أيوه معناها صار لازم نبعت ورا الداية ديبة مشان تجيب الماشطة. شهيرة شهيرة ايه انت وين رح تنامي اليوم؟ عن بيت اهلي لانه ابو حده اليوم نايم بالطاحونه. طيب تقبري قلبي تاخدي الاولاد اليوم تنامين عندك؟ صعب. لك انا مو بدي نيم لك ياهن عندي ليله، اي والله لنيم لك ياهن عندي جمعه كامله. لي على قطعتك انت. يلا خلينا نخلص بسرعه مشان نروح على صباحيه فهميه، هلا مرت عمي بتيجي بتاخذنا عجلي يلا. ايه والله ومنه منجيب معنا الماشطة. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. ان شاء الله بعيش وديات. اكان معقوله هيك؟ كم سنه ضيعنا من عمرنا على الفاضي؟ شايف؟ وانا اقول لحالي بكره بيحن واللي بعده بيحن وانت تناش على الاخير. انا ولا عندي؟ انا؟ انت اللي كنت متقل حالك علي ابن عمي زياده عن اللزوم. مشان هيك انا كنت فكر انه بالك مشغول بوحده غيري. عفاف طويلي هالسيره بقى. حاضر ابن عمي.
ربعت لي حمى قديش ظلمتك. ولا كمان ظلمتي عفاف. الله يرضى عليكي، حطينا لقمه لنكسر الصفر. شوي هي لأنه شهيرة قالت لي ما تكسروا الصفرة قبل ما تجي لعنا هي وأمك والبنات مشان يجيبوا لنا الفطور معهم. هي الشهيرة دريه؟ أنا قلت لها. ليش قلتي لها؟ صراحة ما قدرت أخبي، وحبي إلك كمان ما بيتخبى. كتير حلوين الذهبات. عجبوكي؟ بياخدوا العقل. لسا امبارح ما كنتي طايقتي. امبارح غير اليوم ابن عمي. ايوه هي اجى الفطور. هاي مفتاح.